السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم بتاريخ 28/5/2023 موعد انطلاق امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسي حسب خطة وزارة التربية والتعليم. يمتحن أمام في هذه الامتحانات عدد 199 طالب وطالبة مقسمين على لجنتين، لجنة النهضة للتعليم الأساسي للبنات وبها 98 طالبة، ولجنة النصر للتعليم الأساسي وبها 111 طالبا، منهم 5 طلبة منازل. طبعا كانت هناك قبل برنامج الامتحانات هناك استعدادات مكثفة لتهيئة الظروف المناسبة لهذه إجراء هذه الامتحانات. تم تشكيل اللجان حسب قرار وزارة التربية والتعليم وحسب تعميم السيد وكيل الوزارة لشؤون المراقبات وحسب المعايير التي أشاروا بها. تم أخذ معيار القرابة المعلمين الذين يدرسون الصف التاسع. الحمد لله كانت الظروف كلها مهيئة، ونحن اليوم حقيقة طلابنا داخل القاعات الامتحان في أجواء حقيقة كلها ملائمة لإجراء هذه الامتحانات على أحسن وجه. نشكر القنوات الإعلامية التي قامت بتغطية هذا نقول هذا المحفل الكبير، وإن شاء الله التوفيق والنجاح لأبنائنا الطلبة.